بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أرحب من جديد بأخي فخامة الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا الشقيقة والوفد المرافق له، الذي يقوم مشكوراً بزيارة دولة إلى بلدنا. هذه الزيارة تعتبر وتعبر عن خصوصية العلاقات التاريخية القائمة على التعاون الوثيق والتضامن الدائم، وتؤكد الطابع الاستراتيجي لعلاقاتنا. ولقد سمحت بتقييم شامل لما وصلنا إليه في التباحثات حول السبل الناجعة لترقيتها، لتكون في مستوى الإرادة السياسية المشتركة. لقد ترأسنا اليوم معا الدورة السابعة للجنة العليا الثنائية للتعاون الجزائري جنوب أفريقي، وبالموازاة مع إشرافنا على أشغال هذه الآلية الدورية، انعقد منتدى الأعمال ليكون فضاءً للتواصل بين المتعاملين الاقتصاديين، كما تم التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية. ومن جهة أخرى، كان لنا حديث معمق حول الوضع الإقليمي والدولي الراهن، خاصة العدوان الصهيوني على قطاع غزة ولبنان. وأغتنم هذه الفرصة لأحيي مرة أخرى الدعوة التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية، ونساندها مساندة كاملة. في حديثنا عن الأوضاع في المنطقة، تناولنا مسألة الصحراء الغربية التي أكدنا بشأنها على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتمكينه من حقوقه المشروعة وفق ما تنص عليه الشرعية الدولية. وتبادلت مع أخي الرئيس وجهات النظر حول الأوضاع في منطقة الساحل وليبيا والسودان ومنطقتي إفريقيا الوسطى والجنوبية، ومواضيع أخرى متعلقة بعمل الاتحاد الإفريقي. وخلصنا إلى تطابق الوجهات وجهات النظر بين بلدينا، وإلى توافقنا على تفضيل الحلول السياسية التفاوضية لحل الأزمات بعيداً عن التدخلات الخارجية. وعلى صعيد آخر، اتفقنا على تكثيف جهودنا داخل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لتعزيز دور قارتنا والعمل من أجل تحقيق مطلب إفريقي لإصلاح منظومة مجلس الأمن من خلال تصحيح الظلم التاريخي تجاه إفريقيا، وفقاً لتوافق وإعلان سرت. أجدد الترحيب بكم فخامة الرئيس أخي العزيز سيريل رامافوزا والوفد المرافق لك، وأتمنى إن شاء الله أن تقضوا ما تبقي من وقت في الزيارة بين أرحاب أخواتي إخوانكم أنتم في بلدكم، مثل ما كان في يوم ما بلد أخينا الزعيم الراحل نيلسون مانديلا. شكرا على الزيارة. شكرا فخامة الرئيس. Your Excellency, President Tebboune, the
فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد المجيد تبون، السادة الحضور من وزراء وسفراء ورجال الإعلام، أيها السادة والسيدات، إنه لمن دواعي سروري أن أتواجد بينكم هنا في الجزائر وأن أحظى بهذا الاستقبال الحار من طرف حكوماتكم ومن طرف الشعب الجزائري. ولا يسعني إلا أن أشكركم أنا والوفد المرافق لي على حفاوة الاستقبال الذي حظينا به هنا في الجزائر. لقد اختتمنا إذن أشغال اللجنة المشتركة السابعة بين حكومتينا، ولا يسعني إلا أن أبدي سروري أنا والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لما تضمنه التقرير الوزاري المفصل والمتعلق بتقدم قطاعات التعاون الرئيسية بين البلدين. نعتبر أن هذه اللجنة المشتركة تشكل آلية تسمح لنا بتقوية وتوسيع علاقاتنا التجارية ورفع حجم المبادلات التجارية، لقد اتفقنا على رفع حجم هذه المبادلات من خلال تفعيل منطقة التبادل الحر ومن خلال تفعيل هذه المنطقة سنتمكن من تطوير الاستثمارات والتجارة بين الدول الأفريقية كما سنتمكن من تطوير العلاقات الاقتصادية بين بلدين محوريين في أفريقيا، الجزائر وأفريقيا الجنوبية. لدينا قناعة مشتركة أن تقوية العلاقات بين بلدينا ستسهل الإدماج الاقتصادي في أفريقيا إلى جانب تحقيق الرخاء والازدهار لبلدينا وتعزيز السلم والاستقرار. لقد شكل هذا المنتدى الذي نظم أمس فرصة لرجال الأعمال والمستثمرين للتعرف على مختلف المجالات التي يمكن الاستثمار فيها مستقبلا، ولا أدل على ذلك من حجم الوفد الممثل لجنوب أفريقيا خلال هذا المنتدى، والذي يمثل عددا من القطاعات مثل الفلاحة، صناعة السيارات، البناء، المناجم، إلى جانب ممثلين عن عدد من المؤسسات العمومية التي حضرت لاستكشاف مجالات الاستثمار في المجال التجاري وترقية العلاقات التجارية بين بلدينا. اتفقت مع الرئيس عبد المجيد تبون على أن مجالات التعاون متاحة أيضا في قطاعات أخرى كالطاقات المتجددة، صناعة السيارات الكهربائية، لدينا المؤهلات التي يمكن تجنيدها لبلوغ الرخاء والازدهار المنشودين. اللجنة المشتركة التي انعقدت والتي اختتمت منذ حين تمثل فرصة لحل أزمات جيوسياسية. Rising geopolitical tensions, conflict, and the disregard of international law as well. لاحظنا أن القانون الدولي لا يحترم. On South Africa's case before the International Court. لذا تقدمنا بالشكوى على مستوى محكمة العدل الدولية لتجريم ومعاقبة الكيان الصهيوني. South Africa appreciates. لقد تلقينا دعما من طرف عديد الدول
وأخص بالذكر هنا الجزائر التي ساندتنا بقوة في مسعانا. هذه فرصة لجنوب إفريقيا لتجدد نداءها لوقف العدوان على غزة، كما نجدد نداءنا لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لسكان غزة. لقد اتفقنا على أن الحل النهائي والأمثل لهذا النزاع الدائم في فلسطين يتمثل في تمكين الفلسطينيين من حقهم في تقرير مصيرهم. هذا البلد الذي يعاني ويلات الاحتلال وسلب مفضوح للحقوق، هي فرصة لنجدد تضامننا مع كل الشعوب والدول المضطهدة عبر العالم كفلسطين والصحراء الغربية. تحيي جنوب أفريقيا هذه السنة الذكرى 30 لإرساء الديمقراطية في بلدنا. الشعب جنوب أفريقيا يجدد شكره بهذه المناسبة للشعب الجزائري النبيل الذي ساندنا في كفاحنا من أجل الحرية. جنوب أفريقيا لن تنسى أبدا الاستقبال الذي خص به الأب الروحي والمؤسس نيلسون مانديلا لما زار الجزائر. لقد تلقى تكوينا ومساعدة مكناه من إعطاء نفس جديد لكفاحنا. الشعب الجزائري ساهم بصفة فعالة في نيلنا لحريتنا، ولا يسعنا إلا أن نشكرهم من صميم فؤادنا. خلال محادثاتنا اقتنعنا أن اللجنة المشتركة ستواصل تعزيز وتعميق التعاون في مجال التجارة والاستثمارات والتبادل بين الأفراد في البلدين. نحن مسرورون بتواجدنا معكم ونتمنى تعزيز العلاقات بين بلدينا. سيدي الرئيس، شكرا جزيلا لك لحفاوة الاستقبال.